هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. ماشي يلا ماشي وصلنا لحد فين بعد احنا اخذنا في الفلاش ديشن اخذنا السيمبل سيركت واخذنا اول امبروفمنت اللي هو الميتنج سيكشن ده تاني امبروفمنت ماشي الكلام تاني امبروفمنت اللي هو الفلاش ايه الفلاش تشامبر وهو ده اللي انت واقف عليه في الامتحان ماشي الكلام انت هتاخد الفلاش تشامبر بثلاث ارباع ماشي الكلام تعالى بقى نخش على المساله رقم ثلاثه ماشي يلا بينا سارة رقم 3 بيقولك في اليوم 12 دي كده حاضر سوري سارة رقم 3 بيقولك كل ده الفلاشيشة ستيفن شوف الفيجر ماشي كلامي هو راسم لك الرسمة رغم ان هو المنطقي ان ما يتسلكش رسمة عادية معايا دي كده فلاشة شبر عادية ماشي كلام دي كده قايل لك شوف الفيجر ماشي كلام الفلاشة بتاعتك اللي ده حاضر 22 حاطلك درجة حرارة الفابريك بتاعته بتساوي سالب 10 درجة فلسيوس درجة حرارة الكوندنسر بيساوي 40 درجة فلسيوس عندنا درجة حرارة الأنف اللي هي الفلاش 10 درجات فلسيوس فايه لك تبتدي تترمن الكارت عايز مين عايز السي بي دي بتاعك بتاعك ماشي الكلام يبقى انا دلوقتي هبتدي ارسم الدايرة بي اتش تشوك ماشي هبتدي ارسم بي اتش تشوك لان كده النقطة بتاعتي عندي كام نقطة في الدايرة؟ ثلاثة بريشر اللي هو دي كومبريسور صح كده؟ انا عندي ثلاثة بريشر ده الضغط الواطي والمتوسط والضغط العالي ده ضغط الفابريتور ده ضغط الفلاش ده الضغط بتاع الكونتنسيور مش دلوقتي ايه اللي تعرف توقعه عن الدايرة ديت؟ طبعا الدايرة دي كده سلسة على طول تقدر توقع على طول نتكلم لو الدايرة جابها لك معقدة يعني جاب لك أكتر من جهاز هو لو هيجيب لك أكتر من جهاز أنت كل اللي جاب لك فلاش وفيكس تشينجر ممكن يكونوا مع بعض بس ممكن يجيب لك اثنين فلاش مع واحد فيكس تشينجر صح كده ولا غلطان؟ يبقى يقدر يعقد الدايره ايه؟ يقدر يعقد الدايره في الامتحان ماشي الكلام؟ وهو في الفاينل هو ده اللي هيحصل الفاينل هو هيجيب لك ثلاث اجهزه مع هيتكس تشينجر ماشي الكلام؟ بس لما تاخد كل دي الاجهزه حاجه ثانيه المسائل اللي عليك لحد دلوقتي في شيك اثنين تكتبهم عندك المساله رقم واحد واثنين وثلاثه واربعه وسبعه ماشي الكلام؟ لكن المسائل اللي تعرف تحلهم غير ذلك ده لسه مش داخل في الميد تيرم بعد الميد تيرم اللي لسه ماشي الكلام؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة وسبعة واحد اثنين ثلاثة أربعة وسبعة ماشي الكلام؟ حلو يبقى إيه اللي أنا أعرف أوقعه في الدايرة دي كده؟ يبقى أعرف أوقع خارج الفابريتور لأن هي فيها فيبر صح ولا غلطان؟ وأعرف أوقع خارج الكوندنسر اللي هي في أوضة ستة لأن هي 100% إيه؟ 100% ليكويد صح كده ولا غلطان؟ حلو من ستة لسبعة بقى عمل إيه؟ نزل ببنط ولا لأ؟ نزل ببنط لحد ضغط العلبة اللي هي أوضة سبعة إيه العلبة اللي هي كلها الفلاش؟ العلبة دي في الشغل بره بيسموها سيباريتور لما هي بتبقى هورزونتال ولما هي بتبقى هورزونتال بتبقى طولها حوالي كده 3 متر 4 متر او بتبقى فيرتيكال ولو هي فيرتيكال برضك بتبقى طولها حوالي 3 4 متر ماشي الكلام نتكلم لو هي في الشكل الفيرتيكال يبقى هي لو فيرتيكال بيخش الفريون بتاعها من النص معايا ولا ايه ماشي الكلام ويسحب من تحت ويسحب من فوق فلما دخل من النص كده وهو حالته ايه في نقطه سبعه؟ ليكويد فيبر ولا لا؟ لان هو في ونتريشن ليكويد فيبر يبقى لما عيجي يسحب من تحت هيسحب من تحت ايه؟ 100% ليكويد الليكويد هينزل لتحت والفيبر يطلع ايه؟ لفوق يبقى كده انا عندي خارج العلبه من فوق اللي هي نقطه الثلاثه ديت 100% ايه؟ فيبر خارج العلبه من تحت 100% ايه؟ ليكويد يبقى كده نقطه الثلاثه 100% فيبر ونقطه الثمانيه 100% ايه؟ ليكويد صح كده ولا غلطان؟ جميل جدا من 8 ل 9 بعد كده ضغط من 8 ل 9 ايه؟ ضغط من 1 ل 2 بقى كومبريسور لحد اعلى ضغط لحد ضغط الكوندنسر لان الاثنين مسمعه كده في مين؟ الكوندنسر كده من 1 ل 2 لحد ضغط الكوندنسر ومن 3 ل 4 رفع الكومبريسور تاني لحد ضغط الكوندنسر وعمل ميكسنج من 2 و 4 في نقطه 5 في النص ما بينهم يبقى هي دي نقطه كام؟ 5 ماشي الكلام؟ جميل في مشكله لحد دلوقتي في الدايره؟ جميل كتوقيع بقى
يبقى انت هتوقع الضغط الاولاني دوت عند كام؟ عند سالب 10 درجه سلسيوس، وهتوقع الضغط الثاني عند المنطبق عند 10 درجات سلسيوس، والضغط الثالث ده عند 40. يبقى كده هتعرف توقع 1 2 3 مفيش مشاكل، 4 مفيش مشاكل، 5 5 مش هتعرف توقعها صح ولا غلط، 6 هتعرف، 7 8 9 كده هتعرف تجيب الانشاء اللي هي اتش 1 اتش 2 اتش 3 اتش 4 اتش 6 اللي بتساوي اتش 7 و اتش 8 اللي بتساوي اتش 9، وهتعرف تجيب كل الانشاءات دي مع اتش 5. بعد ما انت جبت الانشاءات هتعمل ايه؟ المفروض تعمل ميس بالانس بقى. ليه؟ لان حصل فصل في الكتله، لان كانت في كتله جايه لك هنا وحصلها فصل ولا لا؟ حصلها فصل، ولازم بنعمل ميس بالانس. الدكتور بدا الميس بالانس منين؟ بدا من عند الكوندنسر صح ولا غلطان؟ وده الاوقع والاسلس والاسهل. اسهل حاجه للميس بالانس ان انا ابتدي من عند الكوندنسر، ولما ابتدي من عند الكوندنسر ده ماشي فيها الكتله الرئيسيه اللي هي ان توتال صح كده ولا غلطان؟ وكل ما انا احتاج كتله اسحب لها، كل ما انا احتاج كتله اسحب لها. بس احنا مش هنمشي كده. ليه بقى؟ لان هتظهر لي مشكله. ايه هي؟ ماشي هنا كده ان توتال، هتقول سحب هنا ام 1، يبقى اللي بقى هنا كده قد ايه؟ ان توتال ماينس ام 1. طب انت بدايه حلك هيبقى في الكالكوليشن من مين؟ من عند الايفابوريتور، هتديني السي سي هتساوي ان توتال ماينس ام 1 في اتش 1 بلس اتش كام؟ 9 صح ولا غلطان؟ وبالتالي هيطلع لك تو انونس كوتال ولا لا؟ اللي هو ان توتال وان ايه؟ ام 1. طب لو انا عندي ثلاث علب او علبتين، خلينا علبتين الاول، هيظهر لي ثلاثه انونز ان توتال وام 1 وام 2 تحت صح. طب لو عندي ثلاثه علب هيظهر لي اربع كتل وهكذا صح كده ولا غلطان؟ فهلاقي الانونز الرياضه بتاعتها هتبقى ايه؟ جنس عدد صح كده ولا غلطان؟ فعشان كده احنا هنبتدي الماس بالانس من تحت، من سهل من الحته اللي احنا بنبتدي نحل منها. احنا بنحل البدايه بتاعتها من ايه؟ من عند السي سي صح كده؟ يبقى هبتدي من تحت اقول ماشي كده في الفابوريتور ام ريفريشمنت اللي هي مساجين ام معايا ولا ايه؟ ماشي الكلام؟ وابتدي ازود بقى. انت كنت وانت طالع من فوق كنت بتنقص الكتل صح ولا غلطان؟ هبتدي بقى وانا طالع يبقى انا هزود الايه؟ هزود الكتل صح كده؟ ماشي الكلام. يبقى كده ماشي ام 1 في الايفابوريتور جوه الكمبريسور الاولاني ماشي لحد النقطه دي كده ام ايه؟ ام 1 صح كده ولا غلطان؟ جميل. يبقى دخل من هنا كده ام 1 جات لها كتله ثانيه ولا لا؟ جات لها كتله ثانيه، يعني خط ثاني جالها، يبقى دي كده ام ايه؟ اسميه ام 2 مثلا. في مشاكل لحد دلوقتي؟ جميل. ام 2 دي بقى متاخده من العلبه ولا مش متاخده من العلبه؟ لا مش متاخده من العلبه، دي جايه من الماس بالانس من ورا. ده عيب بقى الطريقه دي. يعني الطريقه الاولانيه ان انا اعمل ماس بالانس امسك من عند الكوندنسر كده وابتدي اسحب منها، فده بيبقى السيكونس بتاعه ايه؟ طبيعي ماشي لوجيك ماشي الكلام. انما لما باجي من هنا انا لازم ببقى فاهم مبدئيا، فاهم ان انا ماشي هنا كده ام 1 اللي هتجيلها ام 2 بس هي هتجيلها من ورا، بس انا لسه ما خلصتش الماس بالانس معايا ولا ايه؟ ماشي الكلام؟ يبقى كده ماشي هنا ام 1 جالها هنا ام 2، الام 2 اللي هي اختلطوا مع بعض، يبقى ماشي هنا ام 1 بلس ام 2. الحته اللي انا برجع اقول لك ان هي بتاخده من العلبه ومش بتاخده من العلبه، قصدي بيها ايه؟ يعني انا مش قصدي بيها ان هي طالعه من العلبه، اه هي طالعه من العلبه طبعا ماشي الكلام؟ انا قصدي بتاخده من العلبه يعني بتتاخد من العلبه من جوه؟ لا، انت العلبه ديت لو هي بتاخد منها كتله من جوه مش هي هتفضى مع الزمن ولا لا؟ تفضى مع الزمن. احنا بنشتغل هنا 3 دي ايه؟ 3 ستيت صح كده ولا غلطان؟ فبالتالي ايه بتقول اللي انا اخرها ديت؟ هلاقيها جايه لي منين؟ من ورا دلوقتي صح كده؟ ماشي الكلام نكمل. حلو، يبقى كده وصلنا ان كده دخل هنا ام 1 دخل هنا ام 2 يبقى يمشي كده جوه الكوندنسر ام 1 بلس ام ايه؟ ام 2 صح كده ولا غلطان؟ سحبت من هنا كده مين؟ ام 2 بقى اللي هي حقيقتها، يبقى كده يتفضل يمشي تحت كده ام ايه؟ ام 1 ماشي الكلام؟ ها اللي حد عنده اي مشكله كده في الماس بالانس؟ ها رجاله في اي مشاكل؟ جميل كده اقدر اخش بقى على مين؟ على السي سي على كل كباستي. يبقى كده اقول السي سي كل كباستي يبقى دي هتساوي ام دوت 1 في اتش ناقص اتش، يبقى كده اتش مين ناقص مين؟ 1 ناقص 9 ماشي كده، يبقى كده اتش 1 ناقص اتش 9. بس في هنا مشكله، وانا معايا ام 1 وانا معايا سي سي صح؟ اعمل ايه؟ طب اعطاني منتج في المساله؟ المساله دي ممكن يجيب لي عليها منتج ايسو برايم، نفس المساله بتاعت البرايم كان هو قعد ثلاث سنين يقعد يلعب في الحته ديت ماشي الكلام؟ قعد يديله المنتج مش عارف ايه، ومره درجه حراره براين ومره من غير براين كده يعني ماشي الكلام؟ فقعد يلعب في نفس المساله، يبقى ممكن يعملها ولا لا؟ عادي جدا صح؟ جميل. يبقى اعطاني منتج؟ مفيش. طب اعطاني ايه ده فوليومتريك وديامتر وايه اللي اقدر اطلع منها الام دوت ولا لا؟ اقدر بس ما اعطانيش برضه.
طب اعطاني الكيو ريجكت بتاعت الكوندنسر، يعني قال لي والله في ميه تبريد بتخش على الكوندنسر بكميه ميه تبريد معينه ودرجه حراره تشيك كولينج ووتر ايه تطلع تشيك كولينج ووتر ايه اوت بكميه معينه بدرجه حراره معينه، ما اعطانيش صح ولا غلطان. طب والمطلوب الوحيد بتاعه ايه بقى؟ السي او بي. السي او بي ده بيساوي ايه اساسا؟ سي سي على باور. لا سي سي على باور، يبقى في سي سي ام دوت 1 وهيبقى في الباور ام دوت 1، فالام دوت 1 هتروح مع الام دوت ايه؟ عشان كده من حقنا في الحاله ديت اسيوم ان ام 1 بتساوي 1 كيلو جرام ايه؟ ريسكل. معايا ولا ايه؟ ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. انت اسيومت ان ام 1 ب 10 مليون كله هيطلع نفس الايه؟ نفس الحل. هتاسيوم السي سي هي اللي 1 طن تبريد برضه كله كرياضه هيطلع نفس الايه؟ نفس السوليوشن. معايا ولا ايه؟ ماشي الكلام. يبقى كده طلعت من هنا السي سي كوينت بس ولا لا؟ طلعت السي سي كوينت بس بالكيلو جرام. بعد ما طلعت ام 1 يبقى انا عايز اطلع ام 2 صح ولا غلطان؟ يبقى اروح اعمل هيت بالانس على العلبه ديت. هيت بالانس على مين؟ على الفلاش. يبقى هيت بالانس على الفلاش يقول لك اللي داخل بيساوي اللي خارج. يبقى مين داخل؟ داخل لي نقطه 7 في ام 1 بس ام 2 ولا لا؟ هيقول لك الكلام. يبقى كده ام 1 زائد ام 2 في اتش نقطه كام؟ 7. هيساوي مين اللي خارج؟ اللي خارج نقطه 3 ونقطه كام؟ نقطه 8. ماشي الكلام؟ يبقى خارج نقطه 3 ام 2 في اتش 3 بلس ام دوت 1 في اتش دوت كام؟ 80. يبقى كده المجهول الوحيد هنا كده ام دوت ايه؟ ام دوت 2. كده اقدر اطلع الباور بتاعت الكمبريسور، يبقى عندي 2 كمبريسور، يبقى كده الباور هتساوي الكمبريسور الاولاني، يبقى ده كده ام دوت 1 في اتش 2 ناقص 1، ماشي الكلام؟ بلس الكمبريسور الثاني، يبقى ام دوت 2 في اتش 4 ناقص اتش 3، اقسم على ايتا ميكانيكا موجب، اتش خلاص بحط ايتا ميكانيكا بكام؟ يونتي، ماشي الكلام؟ كده اقدر اطلع بقى السي بي في الاخر، يبقى كده بيساوي السي سي على مين؟ على الباور بتاع الكمبريسور. حد عنده اي سؤال؟ اي مشكله؟ في اي مشكله كده في المساله ديت؟ في حد بينقل هنا؟ في حد بيكتب؟ كله ما بيكتبش؟ كله معتمد على الراجل اللي بيكتب في الفيديو؟ ماشي، يعني مش عارف. جميل، ها في اي سؤال؟ طب مساله 7 بقى راح اعمل ايه؟ قال لك طب جميل جدا، احنا كده لما حطينا الفريش السي سي زاد ولا ما زادتش؟ زادت. دي لما كنت في السمبل سايكل كنت عندي من هنا لهنا فرق اتشات، دلوقتي فرق اتشات زاد ولا ما زادش؟ زاد. يبقى انا كده حسنت السي سي صح كده ولا غلطان؟ يبقى كده ثيوريتيكلي انا حسنت السي او بي ولا لا؟ حسنت السي او بي. بس باور الكمبريسور حصل لها ايه؟ لو احنا مثلا قلنا سالب 10 ودي 10 ودي 40 اللي هو مقابل 1 بار و3 بار و10 بار مثلا، ده 1 بار ده 3 بار ده 10 بار صح ولا غلطان؟ عمليه الفصل اللي انت عملتها دي اللي هي الفصله اللي هي من 7 ديت نقطه راحت ل 3 ونقطه راحت ل 7 ل 8 ماشي الكلام؟ والفصله ديت اللي انت حسيت بيها السي سي طلعتك في اليون عند نقطه 3 صح ولا غلطان؟ بيبر ولا مش بيبر؟ ارمي انا بقى في اليون اللي عند 3 دوت هي كده ايه؟ مفيش الكباس ده في اليون اللي خارج من هنا اللي هو بيطلع على نقطه 3 اللي هو ب 3 بار ماشي الكلام؟ حلو. الفريون اللي خارج على 3 بار دوت ارميه ولا لازم اجمعه على الدايره؟ لازم اجمعه على الدايره. اجمعه على الدايره ايه شرط الميكسينج دايما؟ نفس الاكسيو بريشر صح ولا غلطان؟ يبقى لازم غصب عني هيعمل ايه؟ يبقى عنده حل من الاثنين. عمل ايه؟ حط اول حاله اللي احنا درسناها دلوقتي ان هو حط كومبريسور تاني عشان يميكس بوه صح كده ولا غلطان؟ المساله بقى رقم 8 مساله رقم 7 راح عمل ايه؟ قال لك لا احنا هنعمل ايه؟ احنا هنحط بقى باك بريشر بومب وميكس تحت. اعمل ميكس بدل ما انا ازود الضغط هقلل الايه؟ هقلل البريشر. معايا ولا ايه؟ وبالتالي يبقى هقلل البريشر من نقطه 3 هسميه مثلا نقطه 4 ماشي الكلام. يبقى دي نقطه 1 يبقى خلط ما بين النقطتين دول والنقطه دي مثلا 2 داش 2 داش 2 عشان ما اغيرش في التقييم. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. خليها 5. صح عشان 5 بقتش مش موجود. جميل جدا. هو كده عمل ميكسنج ما بين 1 و4 وطلعت نقطة ايه؟ نقطة 5. مين أحسن في البرفورمانس؟ الدايرة اللي فاتت ولا ديت؟ اللي فاتت طبعا. ليه اللي فاتت؟ اللي فيها 2 كومبريسور أحسن من 1 كومبريسور؟ ايه؟ عشان ايه؟ عشان الكباس استلم كتلة ام دوت 2 نفس الكتلة اللي ماشية هنا ام دوت 2 ولا لا؟ ام دوت 2 هنا لما كان في كباس ام دوت 2 رفع من ضغط متوسط لحد الضغط الايه؟
العام صح ولا غلطان؟ دلوقتي لما ما فيش كباس الامتو دي بتنزل دخلت على الكباس ده صح ولا غلطان؟ فاترفعت بقى من اول ضغط من اقل ضغط خالص لحد اعلى ايه؟ لحد اعلى ضغط. فبالتالي بقى كده السي او بي بتاعت الداله دي هيحصل لها ايه؟ هتقل صح كده ولا غلطان؟ ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. كده في اي مشكله؟ ده اخر حاجه في الريفرجريشن كسكشن. طبعا الدكتور شرح بقى قال لك يبقى في حاله ثالثه احسن منهم كلهم هي مين؟ اللي هو البولت ستيج. انا اضغط لحد فين؟ لحد الضغط اللي هنا دوت صح ولا غلطان؟ وبعد كده احط كومبريسور تاني يضغط لحد فين؟ لحد ايه؟ لحد فوق صح كده؟ طب يبقى دي كده البيست ديزاين. هو قال لك اعمل لي ديزاين صح كده؟ لو قال لك اعمل لي ديزاين وسكت ماشي الكلام، قال لك اعمل لي ديزاين سايكل وسفليش يبقى هي دي الايه؟ البيست فيه ماشي الكلام؟ طب قال لك بقى اعمل لي ديزاين دايره ماشي الكلام، والديزاين ديت فيها فلاش وفيها هيت اكس تشينجر تعمل ايه؟ الهيت اكس تشينجر هتحطه في على نفس المساله بنفس درجات الحراره. انا عندي الهيت اكس تشينجر بيعمل خط سب كولينج وخط سوبر هيت صح ولا غلطان؟ وبالتالي عندي كام اوبشن هنا للهيت اكس تشينجر؟ ثلاثه اوبشن. الهيت اكس تشينجر ده معناه ان انا هعمل ايه؟ زي كوبايه الشاي كده وايدي صح ولا غلطان؟ يبقى فيه فلويد سخن وفلويد بارد صح ولا غلطان؟ ويحصل هيت اكس تشينج، مش هو ده اللي لازم اعمله؟ حلو الكلام. فانا عندي ثلاثه اوبشن، فين هم بقى؟ عندي هنا درجه الحراره الفلويد بكام؟ 40، ودرجه حراره الفلويد اللي خارج هنا كام؟ 10، ودرجه حراره الفلويد اللي خارج هنا كام؟ سالب 10. ممكن اعمل هيت اكس تشينج ما بين سالب 10 وال 40 وما بين ال 10 وال 40، او اعمل هيت اكس تشينج ما بين ال 10 وسالب 10. في ثلاثة اوبشن ولا لا؟ في ثلاثة اوبشن للهيت اكس تشينجر، والثلاثة لازم المفروض يتدرسوا صح كده ولا غلطان؟ في الاغلب، لان مش دايما، لان ساعات كان بيحصل كيسز تلاقي ان الكلام بتاعنا ده مش صح، لان احنا بنقول لك الكلام ده مش ايدل جاز رولز مربوطة صح كده ولا غلطان؟ لا ده على حسب البرفورمانس وعلى حسب نوعية الشورت وخطوط ثبات الاس عاملة ازاي معايا ولا ايه؟ ماشي الكلام؟ في الاغلب الهيت اكس تشينجر اللي يكون تحت هو ده اللي بي ايه؟ ان بيبقى احسن سي بي، لان هو بيفكت دايركت على مين؟ على الفابريتور. انت كده بتعمل هيت اكس تشينج ما بين الخط ده والخط ايه؟ والخط ده وبتاع طول ماشي الكلام؟ فبتلاقي يحصل سب كولينج بنقطه 8 دي تطلع بره كده، دي 8 ايه؟ 8 ليش؟ ونقطه 1 دي هي اللي تطلع بره ايه؟ شويه يحصل لها سوبر ايه؟ سوبر معايا ولا ايه؟ ماشي الكلام؟ يبقى دايما تلاقي ان احسن واحده كبرفورمانس ان انا احط هيت اكس تشينجر تحت دايما ماشي الكلام. ها كده في اي مشكله في الريفرجريشن؟ دي كده لحد اخر حاجه الدكتور عطاها في الميك اب. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام. نخش بقى على مساله التكييف. يلا بينا. دكتور ثلاث لا احنا الحد اللي احنا قلناه لك ده بالظبط. اي حاجه من بعد اي حاجه الدكتور لسه ما ذكرهاش يبقى دي مش داخله. داخله. مش انت خدت الهيت اكس تشينجر لوحده؟ اه. وخدت الفلاش لوحده؟ اه. خلاص ما تجمع انت بقى. صح؟ هو قال بتبقى خلاص السنازي جت بقى طلبت معاه كده انت ادرى بقى الكلام ده. لان هو اللي بيقول لك انت في المحاضره ما بتجيش يقول لنا بس هو هيجي يقول لي انا مثلا والله انا هجيب في الامتحان كذا مش هيجي يقول لي حاجه كده. صح ولا طب هيقول للطلبه. لان الكلام ده ما يهمنيش انا بكلمك على الخلفيه السابقه من السنين السابقه ان هو ده اللي كان بيحصل. ماشي الكلام؟ هو بقى جه السنه دي كده بقى انتوا ضغطتوا عليه بتاع او هو من نفسه راح قال لك لا انا هجيب جهاز صح كده ولا غلطان؟ ممكن يجيب لك على فكره الدايره ازاي؟ ممكن يجيب لك الدايره العكس يديك البي اتش تشارت وانت ترسم الفلويد دايجرام معايا ولا ايه؟ يديك البي اتش تشارت وانت ترسم منها الفلويد دايجرام العكس ماشي الكلام؟ بتيجي ستيل كتير كده ماشي؟ فتخلي بالك بس ها كده في اي مشكله؟ ثلاث احتمالات ان انا اعمل هيت اكس تشينج ما بين الخط ده في مثلا كومبريسور بقى كومبريسور ده تو ستيج بقى هم اهو طلع من هنا خلط هنا كده واللي طلع هنا كده ممكن هيت اكس تشينج ما بين مين مين بين الخط دوت كده والخط ده صح ممكن اعمل هيت اكس تشينج ما بين مين ومين امسك الخط دوت واهيت اكس تشينج بس دي بقى هترسمها ازاي دي بنسى اوي هيت اكس تشينج ما بين الخط ده والخط ده صح يبقى ده اللي هيحصل له سب كولت وده اللي هيحصل له سوبر هيت الواحد ديت راحت هنا كده واحد داش مثلا وسته ديت اللي هي رقم سته ديت بتاعت كل واحد كده هتبقى ست داش وتبقى نقطه سبعه فنقطه
سبعة لما رحلت هنا هتأثر في مين؟ هل كده هتأثر في السيسي ولا هتأثر في الكتل؟ تأثر في الكتل وتأثر في الضغط. ماشي الكلام؟ يبقى أثرت في البرفورمانس على الضغط. ماشي الكلام؟ حلو. يبقى ده كده ايه؟ الأوبشن الأولاني. الأوبشن الثاني إن أنا أعيد إكسنتيز ما بين مين ومين؟ لا خلاص يبقى كده ده واحد زي ما هي داخلة هي. مفيش واحد بيشارك. أعيد إكسنتيز ما بين الخط ده والخط ده. يبقى النقطة الثلاثة هي اللي هتروحها كده ولا لأ؟ صح ولا غلطان؟ النقطة الستة هتبقى في ستة ديش بركة، يبقى نفس الكونسيبت. صح؟ الأوبشن الأخراني اللي هو مين الوحيد؟ اللي هو بقى اللي هو الفيست بتاعنا اللي هو أعمل هيت إكسشينج ما بين ده وده. صح كده؟ يبقى نقطة 8 دي هي اللي هتبقى 8 داش كده، ونقطة 1 هي اللي هتبقى 1 داش كده. صح كده ولا غلطان؟ طب من 8 من 8 ل 8 داش كده لما تنزل يبقى تأثر دايركت من السي سي بيكون الكباسيتي بقى قللت الام دوت ريفرشمنت الرئيسية. لان انت عندك مين ام واحد عندك ام واحد وعندك ام اثنين، مين اكتر؟ ام واحد ولا ام اثنين؟ ام واحد. ام واحد انا ماشي في الفابريكا عشان كده في الكتب ما يسموش ام واحد وام اثنين دي ابدا. احنا بنسمي ام واحد وام اثنين عشان اسهل بس عشان الحل عشان الحل. لما يسموها ام ريفرشمنت وام اف. ام ريفرشمنت يبقى دي الكتله الرئيسيه اللي ماشيه في الفابريكا، وام اف يبقى دي كتله الفصل. معايا ولا ايه؟ ماشي الكلام؟ فبتبقى جزء من الكتله بتاعت الام الام ريفرشمنت. معايا ماشي الكلام؟ ها في اي سؤال تاني في التبريد؟ ثلاثة؟ حسب ميكسك الشرط اللي على الشرط يبقى انت من الاس كروسر هيبقى لحد هنا بس بتاعت الكمبريسور بتاع حضرتك غلطان، وناتج القطع هيبقى في النص ما بينهم والكمبريسور هنا هيستلم من هنا. طب تعالى بقى نرسم الحته دي عشان الحته دي برضك ايه؟ الناس بتتخدع فيها في المذاكره. يبقى دي كام؟ واحد اثنين صح ولا غلطان؟ وادي ثلاثه، وناتج الخط ما بين اثنين وثلاثه هتبقى هي دي نقطه كام؟ اربعه. صح؟ في اعتراض؟ اربعه بقى هتبقى فين؟ ما بين اثنين وثلاثه. تبقى في النص؟ بس على حسب الكتل ولا لا؟ مين كتلته اكتر؟ الريشرت ام واحد اللي هي جايه من عند الاثنين ولا لا؟ نقطه اربعه اتش هتبقى في ايه؟ بس اهي. يبقى معنى كده هو هيعمل انترفولينج في حته صغيره جدا. معايا ولا ايه؟ ما انت بس برضك ما هي دي بقى الكلام ده هيتحس ارقام. الكلام ده بيتحس احنا بنقول كده بالدق تحس ارقام ليه؟ قصدي ليه كده؟ لان في حصل انتركولينج الكمبريسور التاني استلم ابرد شويه صح؟ يبقى ام دوت واحد لما اتضغطت اتضغطت من ابرد شويه في الحلم. بس ام دوت اثنين كنت انا هضغطها من هنا صح ولا غلطان؟ يبقى ام دوت اثنين اخدتها اسخن شويه ولا مش اسخن شويه؟ اسخن شويه. الله اعلم بقى على حسب مين الجايره. لو احنا بنتكلم مثلا في فريون خطوط الاس بتاعته بشكل رئيسيه اللي هي زي ار 12 والار 134 ايه ما تحسش بقى خالص. انما لو بتتكلم في امونيا ان خطوط الاس تسخن تيجي عامله كده بتسخن الفريون جامد يبقى هحس بيها ايه اكتر. صح كده ولا غلطان؟ ماشي كده؟ ها هو انا النقطه اللي بتبقى داخله على الفلاش ببقى عارف الاكس بتاعتها كام؟ الموضوع ان انت تعمل بالاكس صح ما عندناش مشاكل خالص في الفلاش. ان انت تيجي تقول والله ما انت نسبه الفصل دي اكس نقطه 7 اللي هي دي كتله الفيبر على الكتله الكليه. كتله الفيبر اللي هي فين؟ اللي طلعت فوق. صح كده ولا غلطان؟ على الكتله الكليه اللي هي جايه لك من هنا. خلاص يبقى انا كده طلعت كتله الفيبر ولا هيت بالانس ولا بتاع، لان هي معادله الهيت بالانس هي فكه الاكس. معادله الهيت بالانس اساسا اللي احنا كتبناها دي هي دي فكه الاكس اللي هي القانون اللي بيجي منها قانون الاكس اساسا. معايا ولا ايه؟ ماشي الكلام؟ ده جميل مفيش مشكله بس في الفلاش. طب لو انا العلبه دي هتعمل وظيفه ثانيه في فلاش التركولر هتخش لي كتله ثانيه من هنا. طب لو سبكولر التركولر هتعمل لي كمان سبكولينج هتلاقي الدنيا ايه؟ باظت منك. ماشي الكلام؟ طب ما يفضلش ان انت تشتغل بالايه؟ بالموضوع بتاع الاكس بحيث ان هو يبقى في كل الاجهزه اللي انت بتعمل هيت بالانس على طول وخلاص. ماشي؟ ها اي سؤال ثاني؟ في اي سؤال تاني كده في التبريد؟ كده خلصنا التبريد لحد ميد ترم. ها اي سؤال تاني؟ جميل. التكييف عشان انت برضك تبقى معانا احنا هنحل دلوقتي مساله سمر تراب. يبقى كده اتفضل لك عندنا مين؟ الوينتر والاندستريال وفي مسائل ورا اسمها في الاخر الشيت سبلمنتري. الدكتور كان قايل لنا كان قايل لكم مش قايل لنا كان قايل لكم انتم ان هو هينزل 10 مسائل ما بعتليش حاجه. ماشي الكلام؟ يعني لحد امبارح انا مكلمه ما بعتليش اي حاجه.
هو هينزلها لكم على طول او هيديها لنا وينزلها لكم على طول. انا كلمته البارح على اساس ان هو ينزلهم البارح نحل منه في السكشن المجمع اللي هو بدل ما احنا نحل بقى من الشيت. حل الشيت كده كده معاكم احنا عارفين الكلام ده لان الشيت ده قديم يعني ماشي كده. فقلنا نحل من المسائل الجديده ديت. فهو ما بعتليش حاجه هو تقريبا شغم فما بعتليش حاجه. انا بص عليه برضك على مين المفروض مسائل على انهي جزء؟ لا ما بعتش ماشي كده. ايه المفروض مسائل على انهي جزء؟ اللي هو السايكلز. السايكلز عمو ولا الوينتر بس؟ لا السايكلز عامه. هو هيبعت 10 مسائل على السايكلز اشمعنى على الوينتر بس؟ لا اصلا هو عامل جزء ماشي الكلام. فهو لو بعتهم بقى يبقى احنا بعتهم لكم وانتوا تيجي تبصوا عليهم. ربنا يقويك ماشي الكلام. ها في مشاكل ثانيه؟ لو في بقى مساله منهم صعبه جدا ممكن المندوب ساعتها يكلمنا ونحلها. انت بتحل في العشر مسائل مثلا لقيت في مساله غريبه مش عارف تحلها خالص يبقى المندوب ساعتها يكلمنا ونكلم الدكتور نستاذنه ان احنا نحلها ماشي الكلام. انا حتى قلت له نحل لهم منهم مسالتين كده ننزلها لهم قال لي لا 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 سيبها لهم هم هيحلوا ماشي الكلام. خلاص اتفقنا. يبقى احنا كده باذن الله تعالى بعد المحاضره بتاعت النهارده اللي هي بتاعت بالليل كده يبقى انت خلصت جزء التكييف لحد الكولينج روم. هو دكتور بسيولي داخل بكره بياكد ان هو داخل بكره عشان هو عايز يخلص كولينج روم بكره ماشي الكلام. وقال لي ممكن ما ادخلهمش في الميد تيرم ادخلهم. قعد يتكلم كده يعني فعلى الاغلب من طريقه كلامه ممكن ما ادخلهمش بس انتوا تاكدوا منه ماشي الكلام. لازم تتاكدوا منه ان هو لو قال لك لحد اخر محاضره يبقى هيجي ماشي الكلام. لان هو دكتور بسيولي بيحب دايما اخر محاضره دايما يحب كده اخر محاضره يبتدي ايه لان دي كمان بيبقى اكتر حق يعني مش هو بيبقى فاكر كل حاجه بس هو بيحب دايما اخر محاضره ماشي. فانا خلاص في مشاكل نخش بقى على مساله التكييف الاخيره ونخلص السكشن. مساله رقم واحد صور دراي صبر اير كونديشن في السيستم بروفيد كولينج الاوتسايد اير بعت لك نقطه الاوتسايد 35 بعت لك نقطه الاوتسايد 35 دي ستنسز دراي بام 17 دي ستنسز ريفول ماشي الكلام. قال لك ايه بعد كده؟ الاوتسايد اير از فيرست بري كولر لقيت ان الاوتسايد هو اللي هيخش على البري كولر يبقى عمل بري كولينج ماشي الكلام. قال لك ايه بعد كده؟ ده ادياباتيك ليه ساتوريتد بعد كده الهواء بعد كده ادياباتيك عدى بعد كده على الجهاز بايه؟ جهاز الادياباتيك ساتوريتد تو ار اتش بتساوي 100 ايه؟ 100% ماشي الكلام. جميل. باي باسنج ترو ان اير موشن ذا سبيس كونديشن از 226 يبقى بعد كده على الاوضه هي ماشي الكلام. يبقى السبيس كونديشن على طول درجه حراره 126 دراي بالب 19 دي سلسيس ويت بالب ذا استيميتد تعمل سنسبل لود معطيه بيكون سنسبل هيت بتساوي 30000 كيلو وات 30000 وات 30 كيلو وات معطيه بيكون ديتا هيت بتساوي 10 كيلو وات يبقى حاضر اعمل ايه دول؟ حاضر اطلع لهم توتال هيت اجمعهم يبقى كده 30 زائد 10 يطلع لك 40 ماشي الكلام. واقدر اطلع لهم سنسبل هيت ايه؟ فاكتور يبقى يطلع لك 30 على كام؟ على 40 يطلع لك بوينت 7 ايه؟ 7 5 جميل. قال لك ايه بعد كده؟ كالكوليت ريكوايرد عايز مين بقى؟ عايز الكول كاباستي عايز الام دوت ووتر عايز الام دوت ووتر وعايز الكول كاباستي وعايز البي دوت مين البي دوت صدر ماشي الكلام. تعالى نبتدي نوقع على السايكوماتيك تشارت. ايه السايكوماتيك تشارت؟ في حد مش معانا؟ نقطه الاوتسايد فين يا معلم؟ بعدين نقطه الاوتسايد كامله وهي ايه؟ 35 17 35 دراي بالب 17 ويت بالب فهي دي كده نقطه الاوتسايد. نقطه الارض عطاني 26 19 يبقى دي 19 ادي 26 يبقى دي كده نقطه مين؟ نقطه الارض. ومفيش خلط هنا بيقول فريش صح كده؟ ماشي الكلام. توقع بعد كده نقطه مين؟ اس دي نقطه الاوتسايد اكس اس ار صح كده ولا غلطان؟ ايوه
كده في اوقع نقطه الاس ولا لا؟ ليش معنى؟ معايا الروم سنسيتيف ديتكتور، معايا الار اتش بتاعت الاس على طريق 100% ولا لا؟ اوقع زي الروم سنسيتيف ديتكتور وراح اقرا الرقم اللي هو 0.7 ايام 5 اوصله لمين؟ ال 24.50% اللي هي المركز بتاع المنقله دي، ال 24.50% بقت نقطه المركز. بقت 0.75 اوصلها بالمركز كده، بعد كده اطلع موازي للار ولا لا؟ اطلع موازي كده للار، اطلع موازي للار، اقطع مع 100% يبقى انا كده وقعت نقطه المركز. حد مش معانا في الكلام دوت؟ في حد مش معانا؟ حلو كده هنفضل اوقع نقطه مين؟ اكس. اوقع الاكس ازاي؟ يبقى انت وقعت اوت سايد، وقعت ار، وقعت اس، وقعت سنسيتيف فاكتور مع ار اتش بتساوي 100%. اوقع الاكس يبقى محتاج معلومتين، لما لو سايد الاكس عدى على البري كولر يبقى ده بري كولر ولا لا؟ ومن الاكس الاس عدى على مين؟ على الاحتمالي يبقى ده اتش مين؟ اتش كولر. يبقى حل كده من نقطه الاوت سايد امشي خط دبليو ايه؟ دبليو كولر. نقطة الاس امشي خط اتش ايه كونسنت، اتوقعهم مع بعض ان هي دي نقطة مين؟ الاكس. انا حتة ايه؟ نقطة الاكس دي جاية من جهازين ولا لا؟ جاية من جاية من جهاز البريكولر ورايحة على الاير موشن، يبقى لازم ليها خاصية من الجهاز ده وخاصية من الجهاز ده. الجهاز ده اللي هو البريكولر اللي هو الكوري ده بي كونسنت، ومن الاكس للاس ده هيبقى ليك اتش كونسنت. يبقى من الاوتسايد دبليو كونسر كان خط افقي ولا لا؟ خط افقي. من الاكس للاس خط اتش كونسر، يبقى من الاس انا عشان خط اتش كونسر، يبقى التقاطع هي دي الاكس. يبقى ده كده البري كولر، بعد كده ده الاير ووشر، بعد كده ده الاوضه اللي هي من الاس لمين؟ اس للار. هي اعتماد على الكلام دوت لازم ترسم الرسمه دي كده في الامتحان، لازم. لو ما رسمتش كده احنا معيدين او مدرسين مساعدين اللي هو احنا يعني هنتعاطف معاك، اللي هيصححه الميد ترم هنتعاطف معاك، ماشي الكلام؟ يعني هنتعاطف معاك ان احنا هنشوف لك بقى على حسب انت وكتابتك، صح كده ولا غلطان؟ هنبتدي نبريدكت اللي انت كاتبه. الفاينل مش هيتعاطف معاك، الفاينل هيحط لك زيرو، لان هو مش فاهم انت عامل ايه، صح ولا انا غلطان؟ انا شاطر مع مساله كده حاطط لك زيرو على طول دايركت. انا ابص اول حاجه في الحل، اول حاجه بعملها، اول حاجه في التصحيح اعملها اعمل ايه؟ ابص على الكروت كده، صح ولا غلطان؟ اللي هو التوضيح اللي انت وقعت ازاي، اشوف الغلطه فين، انا عارف فكره المساله حاطط لك التركه فين، صح ولا غلطان؟ ابص على التركه ديت، توهتني وضيعتني ولا ضيعت نفسك ولا ايه الكلام؟ صح؟ ماشي الكلام؟ لا ظبطت الاداء خلاص بتاخد الدرجه، ما ظبطتش الاداء بتتشال من الدرجه، ماشي الكلام؟ في مشاكل؟ فبالله عليك تبقى واضح في الكروكي، تبقى سريع في الامتحان، لازم تبقى سريع، مفيش كلام الكلام ده، ماشي الكلام؟ الحالة التمرين والتكليف تيجي طويل، ميد ترم ممكن مش قوي، لكن فاينل لازم حاجة طويلة، لازم، ماشي الكلام؟ ها؟ في أي سؤال الأول في الدايرة؟ أي سؤال؟ أروح على مين بقى؟ على المعطى الوحيد اللي ما سندوش اللي هو روم تو ذا هيت. أروح على روم تو ذا هيت. أقول له روم تو ذا هيت بتساوي ام دوت اس، اتش ار مع اتش ايه؟ اس. معايا روم تو ذا هيت ب 40، معايا اتش ار، معايا اتش اس، طلعت مننا الام دوت ايه؟ أقول ام دوت اس بتساوي في دوت اس على سبيسيفيك فوليوم اس، عشان هو طالب مني في دوت اس. يبقى كده طلعت مننا الفي دوت اس سبيسيفيك فوليوم اس، اقدر اطلعها بس عند نقطة مين؟ الاس. كده طلعت الفي دوت اس اضرب في 3600، لان هو طالبها مني في المساله دي ميتر كيو بير اي بير اي. طلب مني كولي كباستي، يبقى الكولي كباستي في المكنه اللي هي فين؟ في البري كولر اللي هي من الاوت سايد من الاكس، يبقى دي هتساوي ام دوت اس الاتش الاوت سايد ناقص اتش الاي ناقص اتش الاكس، لان الام دوت اللي ماشيه فيها هنا كلها هي مين؟ ام دوت اوت سايد هي هي ام دوت اكس هي هي ام دوت ايه؟ ام دوت اس، صح كده ولا غلطان؟ صح؟ جميل. طلب مني اخر مطلوب الام دوت ووتر، طلب مني الام دوت ووتر، الام دوت ووتر هتساوي ام دوت اس في دبليو ناقص دبليو، يبقى دبليو مين ناقص مين؟ دبليو اس ناقص دبليو اكس، لان الام دوت ووتر ده من الاير ووشر، صح ولا غلطان؟ يبقى من الاكس للايه؟ للاس، فبالتالي دي تطلع رحلتها كيلو جرام في الثانيه، احولها لتر في المينت، ان انا اضرب في كام؟ ب 60، يعني كيلو جرام ميه هو لتر ميه، وانت بتحول بناء على اللي هو بيقول لك، ما قالش وحده معينه بتسيبها زي ايه؟ زي ايه؟ في
في مشكله كده في الدايره ديت. وزنه اوسكت اسيت من الاوتسايد؟ لا، انت بتتكلم كاكتشوالي ولا كشورت؟ كاكتشوالي كلامك صح، لان الام دوت ار دوت سبلاي بقى فيه كميه ميه اكتر ولا لا؟ يبقى معنى كده يبقى الكتله الكليه بتاعت الهواء ايه؟ اكتر، صح؟ احنا كل اساس الحل الراجل لما جاي يعمل الشورت جاي يعمل الشورت لقى مشكله كبيره، اللي هو دايما اي شورت او اي تيبل بيعملوا حاجه اسمها انتنسيف، اللي هو لا يعتمد على الكتله، بس لقى الكتله بتتغير، صح؟ يعني يبقى قسم على كتله الدراير السيل. يبقى كل الكتل اللي احنا شغالين بيها دي كتله الهواء الكليه الحقيقيه ولا كتله الدراير؟ دراير معايا ولا ايه؟ يبقى الان دوت الاوتسايد اللي بسحبها كدراير في فرق الدبليو، الدبليو مقسوما بير كتله الدراير، فيبقى كده هيطلع لي الام دوت ووتر مظبوطه، يطلع لي فرق سنتي مظبوط. معايا ولا ايه؟ ماشي الكلام؟ يعني ساعات اصلا ساعات في الكولينج تاور يشرح الحته دي غلط، يفتكر ان في ياخد اتش من السيكرومتري ويضيف عليها كتله الميه وهو بيضربها في الام دوت، غلط. هي الصح تحت الضرب في الدراير على طول دايركت. ماشي الكلام؟ حلو. ها في مشكله في الكلام ده لحد دلوقتي؟ طيب في مشكله لحد دلوقتي في المساله ديت؟ بس مساله عمرها ما تجيلك كده. مساله لما هتجيلك دايما هيقول لك سؤال وحيد او سؤالين، في دوت سبلاي بكام يا معلم؟ والكباستس. يعني ايه الكباستس؟ يعني هو انت اللي تحط الاجهزه، هو مش هيحط لك اجهزه، فيبقى هو بناء على ايه نحط الاجهزه ديت؟ دايما تربط بناء على ايه؟ انت ايه اللي انت مرغم عليه في الدايره؟ الار والاوتسايد والديريت والروم سنسور ليت والروم ليتر تي، مش دي الاحمال؟ يبقى انت عندك انت مرغم عليك الدايره، الدايره بتاعتك ايه مكان الاوتسايد؟ يعني مره جاب لهم مساله دراير سبب دراير، ماشي الكلام؟ سبب دراير الاوتسايد هنا ايه؟ والار هنا هي، فبالتالي اول ما انا بصيت على الاوتسايد والار كده لقيت درجه حرارة الاوتسايد اعلى من الار ولا لا؟ يبقى انا هبرد. ودبل الاوتسايد اقل من دبل الار ولا لا؟ يبقى انا هعمل دي موديفيكيشن على طول. يبقى انا عايز ابرد واعمل دي موديفيكيشن. عندي جهاز واحد يعمل ايه؟ ايه الوشه؟ صح؟ ايه الوشه؟ بس لو يظبط معايا لوحده، صح كده ولا انا غلطان؟ جميل. فراحت انت بتوقع الروم سنسيتيف فاكتور، قلت خلاص ما دام هتظبط بإير موشن فانت بتقدر تطلع الإير موشن خروجه 100 ايه؟ 100%، صح؟ دايركت كونتاكت، صح ولا انا غلطان؟ فالاتش كونستنت بقى اهم، الاتش كونستنت جاي عامل كده. طب خلاص كده ما قطعش الخط الواصل ما بين الاوتسايد والايه؟ والار، صح كده ولا انا غلطان؟ فيبقى اي نسبه ميكسي فاضطريت ان انت تحط بري كولر ولا لا؟ اي نسبه ميكسي كده حطيت بري كولر عشان توصل للخط ده، فعملت بري كولر بعد كده هي ايه؟ ايه الروشه ما بتكفنيش جهاز دي؟ واحد مره جاب لهم مساله ميد تيرم جاب لهم كده دي نقطه اوتسايد دي الار ده الفاليو بتاعت الروم سيسمي فاكتور، سوري مش ده كده، الفاليو بتاعت الروم سيسمي فاكتور مايله بالزياده كده واطي يعني حمل الليتر اللي جوه المكان عادي نقطه الميكسنج هنا صح قول لي صح سخن اروح فين انا بعد دراسه الا سخن ايه؟ نعلم شويه نعمل دي اكس كوين، قول لي اعمل ايه؟ قول لي الاجهزه اللي انت هتحطها دي اكس كوين هنخلي الدرجه توصل بي واي فاستعملته ده. ايوه ايه الكوين ده؟ انت مش اخدت العمليات كلها يا ابني؟ مش اخدت العمليات عندك الهيتنج عندك الكولينج كولينج دي موديفيكيشن اير ووشر ستيم ادياباتيك، قول لي ايه الجهاز اللي على الكيو عشان انسبه لك؟ انت كده بتكلمني في الخيال. اعمل هيتنج لحد فين؟ او عملت بري هيتنج يا عم لحد الاخر طلعت بره الخريطه. بري كولينج بري هيتنج سوري اسم بري كولينج بري هيتنج اهو ها المفروض في اير وشر وبعد كده بري هيتنج بس بعد كده اير وشر؟ حاضر راح فين بالظبط؟
انت حافظ يا ابني مش فاهم. انزل ادباتك. انزل اكتباتك. انزل ادباتك ازاي؟ لا كده كده ادباتك يبقى مش كده مش ادباتك. كده ادباتك. ثبات التمبرشر انزل ايه الجهاز ده؟ ايه الجهاز اللي ينزل لي التمبرشر كونستنت؟ لسه شايفه النهارده؟ انا ما شفتوش. فين هو ده؟ ده انا لسه شايفه. وحشت كتير الجهاز ده. فين هو؟ ما انا عند اس انزل ستيم. ايه يا جماعه اللي كنت بتقول ده؟ يعني انا هرش ستيم ده بالال. غير الفريش ايه؟ غير الفريش ممكن. حل يلا. غير فريش اير ممكن الحل ده صح ليه؟ لان انا لو انا غيرت نسبه الفريش اير هي نسبه الفريش اير كده هتزيد ولا هتقل؟ هتزيد. هل زيادتها هيأثر لي احماق في الكولينج كباستي؟ الكولينج كباستي هتزيد يعني معايا؟ لا مش هتزيد. ايه؟ لان انت لو عملت كده ادي اير موشن ماشي الكلام ده الادياباتيك هي وادي كده ده الكولينج كباستي بتاعت المكنه. كل ما نسبة الفريش بتزيد الكولينج كباستي بيحصلها ايه؟ تقل. فعلا الشات بيحصلها ايه؟ بيقل اساسا. صح ربنا وطن كده ده احسن ان انا ازود نسبة الفريش بس كمية المية اللي بتهتمت ايه؟ بتزيد. صح ربنا وطن اللي بياخدها لايه؟ الجو. صح كده؟ فده حل. بس في حل انت ليه سالس معاهم يا جماعة؟ كولينج سالس دي كولينج كباستي خلاص. ايه يا جماعة مالك؟ بص على درجة الحرارة بص على فرق الدرجة انت ما بتسمعش كلام انت حر. انت بص على فرق درجة الحرارة وفرق الدم. خلاص قلت لك الفرق كام؟ فرق درجة الحرارة ايه؟ يبقى انا عايز اورد دبليو في الحالة دي رغم ان هي دراي بس نتيجة خلط طلعت الدبليو بتاعت الام قبل اعمل من الدبليو بتاعت الاس هعمل ايه يعني؟ انا لازم اشيل رطوبة يا عم ده انا دراي اشيل رطوبة ما هي الميكسنج اللي غصب عليا كده والرون سيس فري فاكتور غصب عليا كده صح كده ولا غلط؟ يبقى اشيل رطوبة يبقى انا هعمل كونيكا دي موديفيكيشن وهو رابطه عند ار اتش 100% عايز بقى انت تظبط ادائك وتقوم حاططها لي عند 95% وتربط كده ويبقى كده الامتداد العمليه هي تي تي كوين سلام زي الفل واظبط الاداء مفيش مشكله معايا صح كده ولا غلط؟ كان دي نسبه ايه؟ ايوه انا موقع لك يا باشمهندس انا موقع لك على الويب سايت وار او ام صح ولا غلط؟ وقع لك الروم سيس فاكتور قدامي الكابلز. بس لو الروم سيس فاكتور اعلى عالي قوي لدرجه ما قطعش الكيرف مش عارف ما قطعش مش هقدر ما قطعش ال 100% لو هو في في سمك برضك في الدراي ممكن تجيلك بس انا عارف المشكله يعني جالك كده كده دي نقطه الاوت سايد كده هنا ودي نقطه الار ونتيجه الروم سيس فاكتور راح جاي لك عامل كده ماشي ايه المشكله خلاص يبقى اشوف اقرب ار اتش هقطع معاه هو الاير ووشر برضه كده بخرجه حوالين مين؟ بقدر اظبطه مثلا 80% 85% 90% لما انت قصدك مثلا جالك مثلا 50% جاي لك كده اصل بس خلي بالك الارض بتبقى فوق فاهمني؟ جاي لك ايه مثلا روح سيس ميت فاكتور جاي عامل كده؟ دي كده مساله مش اكشوال كيس لان الروح سيس ميت فاكتور بتاعي مثلا يبقى 7.4 ولا 6.10 يعني معنى كده في 40% ليتر هو نس في الدراي ما بتعرقش قوي كده صح ولا غلطان؟ بتبقى حرانه اكتر من ان هي اللي هي بتعرق من حمل الليتر فدي حمل الليتر ما بتبقاش عالي قوي كده صح؟ ها؟ مع الجال اي سؤال؟ عشان الكلام ده مش هنتكلم فيه بقى في المحاضره خالص المحاضره على طول هنخش نحل المساله تك 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 ها؟ عشان العدد يبقى كبير اي سؤال يا شباب؟ اي سؤال؟ تعود ان انت الاجهزه مش موجوده وانت بتحكي وانت اللي بتحط الاجهزه من دماغك شوف هل منطق الجهاز اللي هو حطها ديت منطقيه ولا مش منطقيه عشان تعرف انت تحط الاجهزه ماشي الكلام؟ يلا خلاص تعالى انت السبعه هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون